اهلا متابعينا بابيور في كل مكان، معكم نوران حمدي من الاسماعيليه. النهارده في اكبر سوق السمك في الاسماعيليه موجود تعابين اللي بطوله متر. النهارده عند الحاج هاني المعلم هاني هيعرفنا عن الانواع الاسماك اللي موجوده النهارده، وكلمنا عن التعابين اللي نورت السوق النهارده. السلام عليكم. ازيك يا حاج هاني؟ عامل ايه؟ احلى صباح الكل. النهارده بسم الله ما شاء الله الحمد لله بنعمه فضل والله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. النهارده عندنا تعابين كده بسم الله ما شاء الله، هي لسه وسط حجمها مش كبير قوي بس كده زي ما انت شايف. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي كده حلويات بسم الله ما شاء الله. دي تعابين بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفها كده، اللي هي طلع متر بقى. اما عندها المتر متر الا ربع كده بسم الله ما شاء الله، لسه بالصناره بتاعتها، لسه كده بالصناره كلها زي ما انت شايف. ده الحنشان، دي كده حنشان بلدي. وعندي بقى البطارخ بسم الله ما شاء الله النهارده جميع احجامها. عند بيت الحجم ده كده عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. البطارخ ايه بقى دي؟ دي بطارخ طباره؟ لا دي طباره، طباره كبيره. دي طباره كبيره، بس اللي يفرق عندي هنا الاحجام. ده الكيلو 8 حبات، حجم كبير. عندي الكيلو حوالي 20، عندي الكيلو 17 و15. ده الفرق. موسم البطارخ كل سنه طيبه بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه. خيرات ربنا عندنا هنا في الشركه. وعندي بقى السهليه بسم الله ما شاء الله، اكله مانجا اسماعيلاوي. دي اعلى وقت للسهليه. السهليه بسم الله ما شاء الله، سمك عامل ازاي قدامك؟ لك البازه كلها وسمينه ومطرخه. كل السهليه كده النهارده بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايفه كلها كده بطارخ. دي حلويات الشركه عندنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. فرع طيبه في سوق السمك. ده هنا كده احنا مسمين فرع طيبه في سوق السمك هنا حوالين الشركه. سمك بسم الله ما شاء الله سهلية سمينة، وسمكة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، حاجة جميلة زي ما أنت شايفة. ده السهلي البلدي بسم الله ما شاء الله. وعندي الكابوريا النهاردة بسم الله ما شاء الله صحية كلها زي ما أنت شايفة كده، حلويات. النهاردة بسم الله ما شاء الله أحلى شوية كابوريا النهاردة عندنا. كلها زي ما أنت شايفة كده بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. كلها كده زي ما أنت شايفة. حلويات بالصلاة على النبي، كلها صحية وكلها نكهة. كلها نكهة كده زي ما أنت شايفة. واحدة من واحدة. الحمد لله رب العالمين. دي كلها مطرخة. كلها مطرخة كده. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. وعندنا كده بطارخ صافي. ده كده بطارخ صافي النهارده كله كده زي ما أنت شايف. أدي كده حلويات الشركة عندنا. وعندنا هنا التفريغ بتاع البطارخ. بسم الله ما شاء الله. دي عندي بطارخ حجم كبير. وعندي البولت البط البلدي الجميل ده بسم الله ما شاء الله، سمك عامل إزاي؟ سمك لسه بيصبح ربه، سمك سمين. بسم الله ما شاء الله. سمك ده الشبار، هو بولت والشبار. وادي كده استكل بسم الله ما شاء الله. ده البطارخ كده زي ما انت شايف عندي جميع احجام. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده دي كلها كده، ده للتفريغ، ده هيتفرغ دلوقتي، هيفتح فوارغ. ليه بقى بتفرغ؟ عشان ناخد منها البطروخ ونبيع السمكيه كده. ايه؟ يعني دي سمكيه حجم وسط. دي كده سمكيه حجم وسط. بسم الله ما شاء الله. بس كده كل بطروخه. في ما فارغ اهو. بيتباع. اتوقع نفس السمكيه اللي بتشوي، في منها اللي بيشويها بسم الله ما شاء الله، شوي وتعمل سنجاري، تعمل صوميه، وتعمل صيابيه، تعمل مقلي بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دي كده حلويات. بنطلع كده البطروخه ست الكل بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لازم يبقى في فن في البتاع عشان ما قطعش البطروخ نفسه. ادي كده ده البطروخ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده كده بخلص وهطلع كده البطروخ كله كده فوارغ. البطن دي بطن السمكيه عامله ازاي؟ سرسوم ما فيهاش حاجه خالص. ادي بطن السمكيه. وادي البطروخ اللي بيطلعه. بسم الله ما شاء الله. كده في ناس بتشتري البطاريس. ايوه الكيلو كده عامل 600 جنيه. وادي المخلول عنده صحي اهي. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف. شبك زي ما انت شايف صحي وسام. اسمها مخلول ولا اسمها خلول؟ خلول او جندوفلي او مخلول كل واحد. هو نفس المصطلح بس بيتغير. ده كده المصطلح بس بتاعه بيتغير. وعندي سوبيا بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه. وعندي سوبيا وعندي كده ايه بسم الله ما شاء الله. وانا هنا الفسيخ عندي استقبال بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عندي هنا الفسيخ موجود الحمد لله من فضل ربنا. الحته مثلا معدل من كيلو لكيلو لربع نص كيلو، يعني الاحجام مش كلها واحد. عندي كذا حد حد مثلا من نص كيلو بسم الله ما شاء الله النهارده بالحبايه. بسم الله ما شاء الله بالحبايه النهارده زي ما انت شايفه كده. وعندي الحمد لله في سخان الشركه الحمد لله من فضل ربنا عندي فسيخ كبير النهارده. عندي الحته كيلو فسيخ، عندي الفسيخه كيلو بسم الله. تعالى اتفرج بره عليها. تعالى كده استقل
عندي بسم الله الله اكبر ده السمكية معدل كيلو سمك بسم الله ما شاء الله الله اكبر ادي الفسيخ عندنا بسم الله ما شاء الله سمك دلع ومبطرخ ده سمك دلع ومبطرخ سمك راي عندي بسم الله ما شاء الله منه جميع الاحجام زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله الله اكبر ده كده سمك دلع وعندي منه بقى زي ما انت شايف جميع الاحجام المبطرخ ده الاربعه في الكيلو والثلاثه في الكيلو والاثنين في الكيلو بسم الله ما شاء الله الله اكبر ايه استقبال الجمبري عندي كده جمبري كده بسم الله ما شاء الله ده 350 ده عامل 350 وده الجندوبلي كيلو ونص ب 100 ده اللي هو الفلوس ايوه ده كده كيلو ونص ب 100 وعندي كده الجمبري ده كده عامل 150 ده بتاع الملوخيه وعندي الكاليماري دي عامله 150 كاليماري عامله 150 انا العين سالم الله ينور عليك بيت الاستاذ في السمك اهو ده كده العين سالم ده العين سالم دي حساني دي كده اسمها حساني يعني كل شوارع ليه اسم ليه مصطلح بسم الله ما شاء الله ده الموسى ده الموسى كلها بطارخ بسم الله ما شاء الله الله اكبر هوريني لك استقبال ده كده موسى استقبال بسم الله ما شاء الله بص هنا ده بطروخ الموسى شاتا باين اهو ده كده بطروخ باين اهو شايفاه ولا لا ده كده بص الاحمر ده جوه برتقالي اهو اورنج اهو باين اهو ده كده بطارخ الموسى بسم الله ما شاء الله الفسيخ بيبدا عندي 200 جنيه بطارخ 200 و250 حجم الكبير خالص الحته كيلو عامل 250 حته كيلو كيلو رب عامل 250 الحجم الوسط عامل 200 جنيه وعندي سيلين وعين عندي سيلين كده بسم الله ما شاء الله 200 جنيه بالشوي دي مطرحه صح دي بسم الله ما شاء الله دي كلها كده بطارخ يعني بص كده حجمها قد ايه بصي كلها كده بطارخ الحمد لله هنا اسماك الشركه انضف حاجه بنجيبها والله زي ما انت شايف بص كده بص كده بص كده ادي صغيره خالص بس عامله ازاي اكله كريمه بس على النبي وعندي الدنيس بطارخ كل سنه طيبه بركه الدنيس بطارخ خلاص ادي الدنيس كله اهو الحمد لله اجود حاجه بنجيبها والله اللي زباننا لان الحمد لله احنا بنحترم الزبون الزبون بيدفع عايز اكل حاجه نظيفه ادي الحاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر ده الدنيس الكنال ده الدنيس الكنال وعندي كده سهيليه بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي ما انت شايفه ادي السهيليه ومعون عسليه السهيليه بسم الله ما شاء الله النهارده عندي حاجه كده يعني فوق الخيال زي ما كلها مطرحه واحده فاضيه ما عنديش واحده فاضيه ما عنديش دي عامله 300 جنيه الحجم الكبير سوبر ده 300 جنيه هو طالع عالي شويه عشان كلها مطرحه موجوده بطارخ وعندي البطارخ الكبيره دي النهارده عامله 800 جنيه ده الكيلو عامل 800 بسم الله ما شاء الله الله اكبر وده كده الكيلو عامل 600 وعندي الكبار النهارده البطارخ دي عامله 150 بالشوي وعندي سمك ب 120 جنيه بالشوي التعبيه النهارده عندي كادو فيها النهارده الحنشان الوسط دي عامله 170 حنشان حنشان او تعبان بس احنا حنشان الحنشان عامله 170 جنيه بسم الله ما شاء الله عندي الحجم ده ب 170 وعندي الشبار النهارده ب 70 جنيه ده ايه ده لا النهارده الحمد لله يعني الاسعار كويسه عندنا من فضل ربنا العفو استقبال العفو استقبال الله يخليك يا فندم ان شاء الله نجيلك تاني تنور الدنيا كلها تنور الدنيا كلها ان شاء الله